الأداة الأولى في هذه القائمة تسمى بريلود لتسريع تشغيل التطبيقات في كالي لينكس. دعونا نفتح الكونسول. لتثبيت هذه الحزمة نقوم بتنفيذ الأمر التالي: تعمل هذه الأداة أوتوماتيكياً بعد إعادة التشغيل. أداتنا الثانية هي بليتش بيت، وهي تقوم بتحرير مساحة القص الصلب وتحسين الخصوصية من خلال تحرير ذاكرة التخزين المؤقتة وحذف ملفات الكوكيز والسجلات لوجز وملفات الهيستوري وتمزيق شريدنج الملفات من القرص الصلب ورمي ديسكارد الملفات الغير ضرورية الأخرى. هذه الأداة لها مميزات كثيرة، منها عمل تمزيق شريدنج للملفات لتجنب استعادتها، وكذلك عمل مسح وايب للمساحة الخالية للقرص الصلب لإخفاء آثار الملفات التي لم يتم حذفها بالكامل. الأداة التالية هي Boot Up Manager أو BUM. نقوم بطباعة الأمر التالي: كما نعلم فإن كل تطبيق يتم تنفيذه من خلال عملية الإقلاع يبطي النظام، وهذا يؤثر على استخدام الذاكرة وأداء النظام. سوف نقوم بتثبيت BUM لتعطيل الخدمات والتطبيقات الغير ضرورية والتي تم تمكينها خلال عملية الإقلاع. الأداة التالية هي جينوم دو. نقوم بطباعة الأمر التالي: إذا أردت فتح تطبيق من لوحة المفاتيح فإن هذه الأداة هي الاختيار الأفضل. والآن أعزائي لدينا أداة أخرى وهي ABT File. نقوم بطباعة هذا الأمر. قد تحتاج في بعض الأحيان لمعرفة أي حزمة تزودك بملف ما أو أمر ما حتى بدون أن تقوم بتنصيب الحزمة على نظامك. من السهل معرفة إذا ما كانت حزمة معينة تحتوي ملفا ما باستخدام dbkg بإضافة الخيار -s. لعمل ذلك يلزمك تنصيب الأداة
ABT فايل، وتمتلك هذه الأداة قاعدة بيانات لمعلومات حول الحزم. من ضمن هذه المعلومات مسار التنصيب لكل ملف خاص بالحزمة من قاعدة البيانات تلك. الأداة التالية هي سكراب. هذه الأداة تقوم بالحذف الأمن. والآن دعونا نثبت أداة شتر. شتر هي أداة تقوم بالتقاط الصور من سطح المكتب الخاص بك. وأخيرا أداة فيجلت. هذه الأداة سوف تجعل مظهر الكونسول يبدو احترافيا عن طريق عرض رسالة مخصصة كاسم شركتك مثلا. والآن سوف نحتاج إلى تعديل ملف باش آر سي. انتقل الآن إلى نهاية الملف واكتب رسالة فيجلت الخاصة بك. نبدأ بكلمة فيجلت ثم الرسالة. احفظ واغلق النافذة. أعد تشغيل الكونسول. ها قد حصلنا على الرسالة. إلى اللقاء.